قطر كرويا لا تعترف على الإطلاق بالقيم والمبادئ السامية في كرة القدم، لا تاريخ لها على الإطلاق بالقيم والمبادئ ولا العفة الكروية، كل شيء لديهم يبيع ويشترى. أهلا بكم. هل في حد عنده معيار واضح وثابت للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل القارة؟ هل حد عنده أسس واضحة؟ بيتم الاختيار بناء على إيه؟ داخل القارة تحديدا أو خارج القارة كمان؟ محدش عنده معيار، ولنا في فينيسيوس جونيور ورودري عبرة منذ قليل، شيء غريب يدعو للغرابة دون أدنى شك. جائزة أفضل لاعب داخل القارة تحديدا، لاعب حاصل على كأس أمم أسيا، هداف كأس أمم أسيا، هداف الدوري القطري، أكرم عفيف على المستوى الشخصي هو لاعب ممتاز جدا للغاية من وجهة نظر الشخصية، ولكن هو حصل على الأرقام دي إزاي؟ إزاي خد هداف كأس أمم أسيا بثلاث بنالتيات في الفينال من الحكم الصيني؟ محدش بيبص للكلام، كله بيبص للملخص حكاية، ما بيبصش لتفاصيل الحكاية والرواية واللي حصل وقتها إيه؟ شيء غريب جدا 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 كمان من وجهة نظر الشخصية. أولا قرار سليم جدا 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 بعدم سفر كل من يزن النعيمات وموسى التعمري، شابوه للاتنين. موسى التعمري عائد من الإصابة وقال لك خلاص أنا يا باش هقعد أتأهل كويس مع نادي مونبوليه علشان أستعد وألعب ماتش أو اتنين قبل استدعائي لماتش موقعة العراق، الماتش العظيم إن شاء الله. تخيل عزيزي وصديقي المشاهد، أولا شيء عظيم جدا إن موسى التعمري يبقى بجوار سون ومهدي طرمي اللي خلاص بنسبة 99.9 فاز بالجائزة، ويزن النعمات شيء عظيم برضو إن يبقى من أفضل 3 لعيبة داخل الكرة، ولكن النعمات تحديدا داخل الكرة يستحق. أكرم عفيف عمل إيه مع منتخب بلاده الآن في تصفيات كأس عالم؟ إيه مدى تأثيره الآن؟ شيء غريب جدا، ايه مدى تأثيره الآن لما يبقاش في المنافس منتخب عربي شقيق في الأمام؟ في ماتش الأردن قطر منعت الجمهور الأردني وقتها وكان وصمة عار على دولة أسيا بأكملها، كان وصمة عار وحكم الفار والماتش خير دليل، قطر اشترت كاس أمم أسيا 2023 حكم الفار والماتش خير دليل، كنا بنعيش في عالم جبان موجه لا يستطيع قول الحق، منع الجمهور الأردني من حضور الماتش كان وصمة عار من وجهة نظر الشخصية، وضعوا المصالح الشخصية وأنفسهم فوق كل شيء بكل أمانة وبكل وضوح. فازوا بأغلى البطولات بدفع ملايين الدولارات، ولكن الأردن وقتها تعرضت لكم ظلم غير محدود، كم ظلم غير محدود وقع على منتخب النشامة اللي كان شجعان، وكنتم أبطال أيها النشامة لحد النهاية. من وجهة نظر الشخصية مفيش معيار ثابت، مفيش معيار واضح، محدش بيبص انت فزت ازاي والتفاصيل جوه الرواية، محدش بيبص على ادق التفاصيل ازاي اكرم عفيف اللي هو اساسا على المستوى الشخصي لاعب موهوب جدا وارد جدا يفوز بالجائزة، فده طبيعي، ولكن حينما تحضر العدالة خلاص محدش بيزعل، انما لا عدالة في كرة القدم مع قطر دون ادنى شك. منتخب النشامة هو منتخب قوي جدا في الكرة، منتخب منظم جدا تكتيكيا، منتخب محترم، منتخب عنده مواهب بتعرف تلعب كرة بجد، ولكن من وجهة نظر الشخصية في ظلم كبير، في ظلم كبير في دول الخليج، دول معاها ملايين دولارات تقدر تعمل اللي هي عايزاه. يعني منتخب فاز على كوريا في سيمي فاينل، منتخب تأهل كأول مجموعته وكان معاه في المجموعة كوريا وفاز على كوريا في سيمي فاينل 2-0، مش كده كمان وبس، لا ده وصل للفينال وعملوا ماتش محترم، أجواء كانت صعبة جدا، أجواء صعبة جدا وشحن جماهيري صعب جدا وفلوس كتيرة بتدفع لحكام عشان يحسب 3 بنالتيات عشان لاعب ياخد أفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة، ما طبيعي لاعب سجل 3 أهداف في الفينال طبيعي ياخد أفضل لاعب في البطولة، شيء طبيعي، ما تجيش دلوقتي تقول لي اديته الجايزة لأنه أفضل لاعب وحصل على البطولة، حصل عليهم إزاي؟ شيء غريب، علامات استفهام، عربية نقل محملة علامات استفهام. عموما قرار صائب جدا من يزن النعمات وموسى التعمري، وصولك للمرحلة دي يا يزن إنجاز كبير، وصولك للمرحلة دي يا موسى مع التنافس مع مهدي طرمي وسون إنجاز كبير من وجهة نظر الشخصية، تركيزك للهدف الأسمى منتخب النشامة إنجاز أكبر من وجهة نظر الشخصية، شابوه من الأعماق لكل من يزن النعمات وموسى التعمري، دمتم في أمان الله.